أن أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 8 فبراير 2021 حكما يقضي برفض الاستئناف المقدم من المجلس الأعلى للقضاء شكلا. ومن المعلوم أن الاستئناف المذكور تعلق بحكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبر أن القاضي المجيد بن عمار قد قدم استقالته من وظيفته كقاضي.